بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 34 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 16 من شهر الله المحرم 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين ليلتنا المباركة هذه في شهرنا الحرام هذا، في هذه البقعة المباركة من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى نبينا وشفيعنا وأسوتنا وهادينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والقلوب ملؤها الشوق نحو ذلك الموعود العظيم، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وما زالت جموع المحبين أيها المحبون تتسابق في هذه الليالي المباركة بصلاتها وسلامها على أنس قلبها وحبيب أرواحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجو بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم زيادة صلاة ربها عليها، وترجو كذلك نيل شفاعته الموعودة عليه الصلاة والسلام. الحب يطغى والحنين عظيم، وهواك في كل القلوب مقيم، صلى عليك الله في عليائه ما هب من نفح الجنان نسيم. وقد وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل جعله الإمام ابن القيم رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرة الأهل، وهذا الفصل عظيم الأهمية لنا معشر المسلمين اليوم وكل يوم. بيوتنا موئل سعادتنا ومجمع أفراد أسرتنا، حيث الآباء والأمهات والبنون والبنات، إن لم تظلل تلك البيوت رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته والأنوار التي تكون في تلك البيوت غدت مظلمة موحشة، فلا أنس ولا سعادة في تلك البيوت المسلمة إلا إذا رضي الله عنها وأذن لها بهناء عيش وطيب مقام، ولا شيء أقصر في نيل ذلك المراد من سلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسعد بيوت البشر في الأمة بيته عليه الصلاة والسلام، وأهنأ حياة عاشها إنسان مع زوجه وأهل بيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رام السعادة في بيته فليتأس به، ومن أراد الهناء وطيب المقام ولذة العيش وأنس الحياة بين زوجه وأولاده فليفتش عن ذلك في ثنايا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشرة الأهل مع الزوجات، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم عامرة بالمودة والرحمة والإحسان. وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، بعدما تكلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر فطلق وراجع وآل إيلاء مؤقتا بشهر، إلا أنه لم يظاهر، وأخطأ من نسب الظهار إليه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يثبت في شيء من الروايات، وهو خطأ كان زللا لبعض أهل العلم، نبه عليه المصنف رحمه الله قائلا: وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إليه مما برأه الله منه. فافتحوا آذانكم يا كرام لتتمة ما في الفصل، وافتحوا قبلها قلوبكم لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا لكل من يروم السعادة في الحياة ومن يبحث عن طيب العيش بين الأزواج والأولاد: أقبل رعاك الله موفقا مسددا مباركا على مثل هذه الفصول في هدي الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم فإنها أنس وسعادة وخير وهناء كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. هذا عنوان عظيم يا كرام، وأصل جامع. إذا أردنا اختصار حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع زوجه وأهل بيته فهي حسن المعاشرة وحسن الخلق. أما حسن الخلق فقد شهد ربه له به فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما حسن العشرة لأهله فاعترف بها أزواجه رضي الله عنهن وشهدت الأمة به، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هكذا يعلنها عليه الصلاة والسلام. معيار الخيرية أيها الرجال ومعيار المفاضلة بين الأزواج إنما يرجع إلى خيرية أحدهم في معاملته لأهل بيته. خيرنا وأحسننا ليس أعلانا شهادة ولا منصبا ولا رتبة، ليس أكثرنا علما ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما وحجا. خيرنا أفضلنا عشرة لأهله وإحسانا في التعامل معهم. وقد تقدم ليلة الأسبوع المنصرم أن ذلك يدل دلالة عميقة على أن خلق الإنسان ليس هو الذي يكتشف في المصادقة وجلسة مسامرة ورحلة قصيرة يبديها الرجل لصاحبه وجليسه وصديقه. الخلق الحقيقي ما يعرفه عنك أهل بيتك، لأنهم أدوم الناس معك وأكثرهم صحبة لك، فيكشفون من حال غضبك ورضاك وصحتك ومرضك ما يكشف عن حقيقة أخلاقك. فما شهد به أهل الإنسان له من خلق وإحسان وتعامل كان ذلك من أدل الدلائل الصادقة على حسن خلقه، ولهذا قال: خيركم خيركم لأهله. وإذا كان هذا المعيار عاما ووضعنا الرجال في الميزان فلا أحد يعلو فوق رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الرجال لأهله مطلقا. وهاكم شواهد لتلك الخيرية التي كانت مبنية على حسن المعاشرة وحسن الخلق. ساق المصنف رحمه الله بعضا منها، قال: كان يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها. يشير إلى ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقصد بقولها كنت ألعب بالبنات؟ التماثيل، الدمى، العرائس. تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف تفعل هذا عائشة رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين؟ كم كان عمرها رضي الله عنها؟ نعم، بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليها وهي بنت 9 سنين. توفي عنها يوم لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وليس لها من العمر إلا 18 سنة. فكانت رضي الله عنها حظيت بحياتها منذ البلوغ في صحبة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، زوجة في ظل أرأف زوج وفي ملاك قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، يعني من بنات الأنصار وجيرانها. تقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يختبئن خلف ستار حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان إذا دخل يتقمعن منه، يعني يتغيبن وراء الستر، قال: فيسربهن إلي فيلعبن معي. صلى عليك الله يا رسول الله. ورضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها، لو لم تحكي هذا المشهد ما كنت تتخيل أن نبي الأمة الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي ويقود الجيوش ويؤم الصلوات ويخطب الجمع
ويفصل في أمر الأمة ويقضي في الحلال والحرام بما أوحى الله إليه، أنه في غاية اللطف مع زوج من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يدخل إليها فيجدها تلعب فيعطيها مدة لتنهي لعبها وأنسها مع صويحباتها، ثم إذا احتجبن منه حشمة وحياء تقول فيسربهن إلي فيلعبن معي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب. طيب، قال أيضا: من الشواهد على حسن خلقه ومعاشرته كان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. هويت الشيء يعني مالت إليه ورغبت فيه، وكان نفسها تميل إلى ذلك الشيء، يتابعها على ما تهواه عليه الصلاة والسلام توددا إليها وحسنا لمعاشرته معها. بهذا القيد قال: فيما لا محذور فيه، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أشد الأمة تعظيما لله ولشعائر الله ولحرمات الله ولمعالم دينه، وهو الذي علم الأمة كيف ترعى حدود الله وكيف تعظم شعائر الله عز وجل. فمتى ما هويت الشيء ومالت إليه ورغبت ولا محذور فيه تابعها على ذلك. ومن شواهد هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو ما أخرجه الأئمة منهم مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما دخلت مكة حاضت فلم تعتمر معهم وبكت، فطيب خاطرها بأن هذا أمر ليس بيدها وأنه يصيب بنات آدم، وأمرها أن تقرن عمرتها بحجها. فلما انتهى الحج استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمرة، فإنها لم تفرد عمرة، فأذن لها. إنما الرواية التي يحكيها جابر، واسمعوا هذا وهو جابر رضي الله عنه كيف يصف الموقف، فالحديث طويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. الحكم الفقهي أنها استأذنت في العمرة فأذن لها وخرجت إلى التنعيم فأحرمت، حيث يحرم الناس اليوم من التنعيم، ولهذا يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. هذا هو المقرر فقا. ثم انظر كيف وصف جابر رضي الله عنه الموقف، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. إذا كان جابر رضي الله عنه وهو ليس من أهل البيت ولا من أبناء الأسرة، إنما شعر بذلك وتقرر عنده، فثق تماما أن الأمر فاض عن أن يكون صفة معلومة لدى أهل البيت فقط، حتى عرفها الصحب جميعا رضي الله عنهم. سهولة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهل بيته، ألا فرحم الله رجلا سهلا مع أهل بيته، سمحا في تعامله معهم، قريب هين لين يتأسى بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفظاظة والغلظة والشدة التي يظنها أصحابها نوعا من الحزم وقوة الشخصية، وأن لا يراجع ولا يكلم ولا يسمح لأهل بيته بالتفاوض والنقاش والأخذ والعطاء، والقرار عنده أمر لا رجعة فيه، فكل ذلك ليس من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من شواهد حسن معاشرته وحسن خلقه لنبي الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب، وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على موضع فمها. هذا كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت أتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية من اللحم كما قال المصنف رحمه الله.
إذا ما أكلتم لحما أو دجاجا فأخذتم عظمة أكل اللحم الذي عليها وبقي فيه بقية لحم، فعادة ما يأخذ الإنسان ذلك العظم المسمى بالعرق فيأكله ويضعه في فمه، تقول كنت أتعرق العرق يعني آخذه فآخذ منه بفمي، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يضع فمه حيث وضعت فمها، يأخذ الإناء بعدما تشرب والإناء مستدير الفتحة من الأعلى، فيتحين موضع فمها ليضع فمه فيه فيشرب من حيث شربت رضي الله عنها. بالله عليكم ما الذي وقع في قلبها رضي الله عنها من عظيم وده عليه الصلاة والسلام وحبه لها وعظيم لطفه في تعامله معها؟ هذا المشهد في هذه الروايات تحكي قصة قصيرة جدا ومشهدا داخل البيت، ولو لم تحكيه عائشة رضي الله عنها ما اطلعنا عليه ولا درينا عنه. ربطت هذا بحال حيضها كما في رواية مسلم، كنت أشرب وأنا حائض، كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فيه أيضا جلالة نبوية في تعامل الرجال مع النساء في فترة الحيض، لما يعتري المرأة أحيانا من ضيق حال وآلام ومتاعب فيطيب خاطرها فوق ذلك كله بما لا يظنه الجهال إلا خطأ عندما يرون الابتعاد عن الحائض، أو يظن بعض الجهال نجاسة يدها أو بدنها ونحو ذلك من الخطأ، فتأتي الشريعة لتقرر طهارة الحائض في تعاملها وطعامها وشرابها ومجالستها وملابستها، وستأتيك الرواية يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذه المعاني كلها من شواهد حسن معاشرته صلوات الله وسلامه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. نعم، هذه جمل: يقرأ القرآن ورأسه في حجرها ويتكئ في حجرها. الحجر الحضن الذي يقع بين الصدر وأسفل البطن، يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام وهي حائض، يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وربما كانت حائضة. تقول رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهذا دلالة أيضا على عدم طهارة، على عدم نجاسة بدن الحائض، وأنه يقرأ القرآن في موضع ليس فيه محذور شرعي وهو في حجرها. وكم في ذلك أيضا فوق الحكم الفقهي من الملاطفة والمؤانسة وهذا التودد بالاقتراب، ويكون الرجل من امرأته بتلك المثابة في القرب والملاطفة والملامسة. تقول أيضا رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمقصود بالمباشرة استمتاع الرجل من زوجته بما دون الجماع، وإنما أمرها بالاتزار لأن المباشرة لا تفضي إلى الفرج، إنما هي المقابلة التقبيل والمداعبة والملامسة من غير الوصول إلى الفرج، فيأمرها بالاتزار. وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، فالمباشرة الاستمتاع بما دون الفرج وكل ذلك حلال، وإنما المحظور حال الحيض هو الجماع لا غير. تقول رضي الله عنها فيما قال المصنف: وكان يقبلها وهو صائم. تقول في رواية مسلم: كان يقبلني في رمضان وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقبيل من مقدمات الشهوة، وربما غلبت الشهوة صاحبها إلى ما زاد على التقبيل من المحذور حال الصيام وهو الجماع. فذكرت رضي الله عنها ذلك القيد العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام مالك لإربه يعني لشهوته،
فيقف عند حد التقبيل لا يتجاوزه. والرواية عند البخاري تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا القيد، فحيث يخشى الرجل أنه لا يقوى على ذلك فليجتنب التقبيل وهو صائم، وإن كان يظن من نفسه القدرة فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ولهذا فرق الفقهاء بين قبلة الشاب وهو صائم الزوج وقبلة الكبير أو الشيخ، لأن الشباب أشد شهوة ويخشى ألا يملك إربه فتتمادى به شهوته في الصيام، والشيطان حريص أن يفسد عليه العبادة فزين له ما لا يتزين في غير حال الصيام فيقع منه المحذور. والفقهاء يبنون في الأحكام على الاحتياط والورع وسلامة العبادة وما لا تنخرم به من الأفعال، وهذا شاهد أيضا من شواهد حسن معاشرته صلوات الله وسلامه عليه ولطفه وخلقه الكريم مع الناس أجمعين ومع أهل بيته على وجه أخص صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر. هذا واحد من المواقف العجيبة جدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبشة جنس من أهل السودان بالمصطلح العام الذي كان يطلق على أهل إفريقيا من سود البشرة، يسمون بالسودان عموما. والحبشة معروفة موضعها، لكن ليس بالإقليم الجغرافي المنحصر اليوم، هي أوسع من ذلك. قال: كان الحبشة يلعبون بالحرام في مسجده صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وأحمد عن أنس رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. وفي رواية عند ابن حبان: بينما الحبشة يلعبون بحرابهم إذ دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. هذا المشهد إذن ثبت في غير ما رواية أنهم لعبوا بالحرام في مسجده عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه لما قدم المدينة، وفي غيرها أنه كان في يوم عيد. الشاهد أنه حصل منهم اللعب بالحرام في المسجد، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت، ولم يقبل من عمر رضي الله عنه الإنكار. قال العلماء: لأن في اللعب بالحرام من التقوية على القتال والمرونة على الرجولة وما يحتاج إليه أهل الإسلام، فليس من اللعب المذموم، وليس لهواً محضاً، بل هو نوع من الأنس واللعب الممتزج بشيء من عوائده على قوة الأبدان ونشاطة الأجسام. فثبت لعبهم في الحديث في الصحيحين باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم. إنما الرواية التي أخرجها ابن القطان في النظر في أحكام النظر والنسائي في السنن الكبرى والطحاوي وغيرهم رحمة الله عليهم فيها مشهد عظيم أكثر تفصيلا يحكي ما أراده المصنف رحمه الله. تقول رضي الله عنها: دخلت الحبشة المسجد يلعبون في المسجد، فقال: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ والحميراء لقب لأمنا عائشة رضي الله عنها، نعت لها، لأنها جميلة بيضاء مشربة بحمرة، فبياضها ممتزج بحمرة فتسمى حمراء، فزاد عليه الصلاة والسلام من ملاطفتها فصغر الاسم فقال: يا حميراء. فهذا من غاية الدلال منه لها عليه الصلاة والسلام واللطف في التعامل معها، وصفها بوصف جمالها ثم صغره ليكون أمتع في دلالها رضي الله عنها وأرضاها. أتحبين أن تنظري، قال عليه الصلاة والسلام: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فانظر كيف ابتدأها وعرض عليها ولم تطلب هي ابتداء وتستأذن. قالت: فقلت نعم. فقام بالباب. أي باب؟ باب حجرته المفضي إلى المسجد، وأبواب حجراته تفضي إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. قالت: وجئته فوضعت ذقني على عاتقه، هي من الخلف،
قالت: وضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. هي تحكي هذا رضي الله عنها، تقول: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، يعني مما كانت تنشده الحبشة وهم يلعبون بالحرام يمدحون رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: ومن قولهم أبا القاسم طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني يكفي. فقالت: لا تعجل يا رسول الله، واستمهلته لمدة أطول. قالت: فقام لي، يعني وقف، ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني معه صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب الله يا إخوة أن يقف نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته يعرض عليها أن يكون لها شيء من الأنس بالنظر إلى موضع مشروع من اللهو المباح واللعب المشروع، ثم يعرض عليها فتطيب بذلك نفسه تطيبا لخاطرها، ثم تقوم فتضع ذقنها على عاتقه وتسند خدها إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، ويا لله كم لها في ذلك من الأنس برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تسند خدها الوضيء إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعطيها مهلتها فيقول: حسبك، فتستزيد مرة واثنين، ثم هي تقول: والله ما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي. وقف لها عليه الصلاة والسلام، وكان معها بهذا المكان لطفاً وإحساناً ومودة منه عليه الصلاة والسلام، لننزع من نظر كل الرجال أي شيء من المواقف والتصرفات يحسبونها في قالب الهيبة لهم بين أزواجهم والترفع عليهن، وشيء من الاحترام المصطنع والتبجيل المكذوب لأجل أن تضفي على بعض الشخصيات احتراماً موهوماً وتعظيماً زائفاً. لا والله، ما في الرجال رجولة أعظم من رجولة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا هيبة بين الأزواج أعظم من هيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند زوجاته، ومع ذلك كان في غاية اللطف والمودة الذي سمعتم في المواقف، وهذا بعضها وشيء منها كثير في بعض الجمل التي يحكيها المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسابقها في السفر على الأقدام مرتين. في حديث البخاري تقول رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعيبهم. وهذه الجملة المختصرة في الصحيح جاءت مطولة في الرواية التي سمعتم. قال: وسابقها في السفر على الأقدام مرتين. سافر عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وأكثر سفره كان سفر غزو، وقليل من سفره كان سفر عمرة كعمرة الحديبية وعمرة القضاء، أو كانت عمرته في حجة الوداع في سفره للحج. وعامة أسفاره كانت للغزو والجهاد، وربما حصل قتال وربما لم يحصل فيرجع صلى الله عليه وسلم. كان إذا خرج إلى سفر كما سيأتي بعد قليل يقرع بين نسائه، يجري القرعة ليخرج بإحداهن أو ببعضهن. هنا تقول عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته على رجلي. سابقها، السؤال كيف سابقها وهو في سفر ومعه قافلة ومعه أصحابه؟ الجواب أنه كان إذا أراد أن يتفرغ لها بشيء من الملاطفة والمداعبة أذن للجيش أن يتقدم، وللقوم والمسير أن يسبقوه، فيصفو له صلى الله عليه وسلم الانفراد بحبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها. تقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته على رجلي، يعني كان سباقا على الأرجل. ولك أن تتخيل رسول الله عليه الصلاة والسلام يجري على رجليه سباقا مع عائشة رضي الله عنها، وأنت تجزم والله أن ما به حاجة إلى الجري إلا الملاطفة لعائشة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: فلما حملت اللحم، يعني بعد ذلك بمدة كبرت رضي الله عنها
وازداد وزنها، تقول فلما حملت اللحم، يعني ازداد وزنها وثقل، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة، يعني واحدة بواحدة، سبقتيني مرة وسبقتك الآن مرة. فلله ما ألطفه عليه الصلاة والسلام، وما أطيب عشرته لأهله، وما أحسن تودده إليهن رضي الله عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح يقول: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، وسيأتي في موضوع القسم. في موضوع السفر كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني أجرى قرعة، فالتي تخرج لها القرعة لها حظها في السفر معه، ولو تكرر ذلك لها في أكثر من سفر، طالما خرجت القرعة. والقرعة عند أهل العلم باب من أبواب العدل والإنصاف في إعطاء الحقوق إذا تزاحمت بين أصحابها، وهذا من هذا الباب. إذا أراد سفرا ولا يستطيع أو لا يريد حمل كل أزواجه رضي الله عنهن معه، فلا بد من الاقتصار على إحداهن أو بعضهن، فما الحيلة؟ لن يقع الاختيار هكذا منه لئلا يكون حيفا أو ظلما أو ميلا لبعضهن دون بعض. أما العدل فهو القرعة، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه، يقول فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا. يعني إذا سافر 5 أيام 10 أيام ورجع، وقد كانت هذه الزوجة التي سافرت معه في صحبته تلك 10 أيام، السؤال هل يجعل تلك 10 أيام قضاء لباقي الزوجات فيرد لهن بدل تلك 10 أيام؟ الجواب لا، وإلى هذا ذهب الجمهور كما قال المصنف. أما فقهاء الحنفية والمالكية فلا يرون القرعة للسفر، والذي دل عليه الحديث وهو مذهب الجمهور من بقية الفقهاء إجراء القرعة عملا بما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان له زوجتان أو أكثر وأراد سفرا واستوت أو استوت أزواجه في إمكان المشاركة معه، وهو لا يقدر إلا على واحدة في السفر أو لا يسمح له ونحو ذلك، فإن القرعة هي السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجع فإنه لا يقضي للبواقي شيئا، هذا مذهب الجمهور. ليش؟ لأنه خرج بعدل مع واحدة منهن، خرج بإنصاف وليس بحيف ولا ظلم ولا هوى نفس، وعندئذ فهذا الذي عليه الجمهور كما حكاه الأئمة ابن حزم والبغوي والخطابي وابن عبد البر رحم الله الجميع، يحكون أن هذا مذهب أكثر الفقهاء، أن بواقي النساء أو إن المرأة الثانية التي لم تسافر أو الباقيات التي لم يسافرن معه لا يطالبن بقضاء تلك الأيام. والسبب في ذلك أنه لو كان سيقضي، لو كان للمقيمة حق في قضاء الليالي التي سافر عنها ما كان للقرعة فائدة. إذا من البداية قل سآخذ إحداكن وللأخرى القضاء إذا عدت، فليس للقرعة فائدة. ولأنه لو كانت لو كان القضاء بعد الرجوع ثابتا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة أسفاره، لكنه لم ينقل ذلك، فدل على أن القضاء لا يثبت كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن. كان ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في اليوم الواحد، فأيتهن كانت ليلتها بات عندها،
فيجتمعن رضي الله عنهن في بيت التي عندها المبيت، فيجلسن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلاً، يتفقد أحوالهن ويؤانسهن ويسامرهن، ثم تنصرف كل واحدة إلى حجرتها، ويبقى صلى الله عليه وسلم ليلته عند صاحبة النوبة. وذات يوم كان عليه الصلاة والسلام عند عائشة، فجلس أزواجه رضي الله عنهن بحضرته، فبينما هو كذلك مد يده إلى زينب، والبيت بيت عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه زينب، تنبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: ربما مد يده ملاطفة لزينب، وربما مد يده لعدم تبينها، لأن البيوت ظلام وليست فيها إضاءة. فقالت رضي الله عنها: هذه زينب، فكف عليه الصلاة والسلام وأعاد يده احتفاظا بحق صاحبة البيت عائشة رضي الله عنها، وهو شيء من الغيرة التي لا تنفك عنها ضرائر النساء بما فيهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن. وفي رواية مسلم: دار على نسائه، يعني يمر عليهن واحدة واحدة. وهذا أيضا موقف عظيم في مبدأ العدل بين الزوجات ورعاية الحقوق، وأن يقوم الرجل على أهل بيته. وبعض الرجال وإن لم يكن له إلا زوجة أو اثنتان قصر في الرعاية والسؤال والتفقد، واعتذر وتعذر بكثرة الأشغال والأعباء والمهام، ولا والله ما فينا مشغول كشغل رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي حمل هم الأمة والرسالة والبلاغ ودين الله عز وجل، وكانت أمانته ومسؤوليته وأعباؤه عليه الصلاة والسلام لا يقوى على حملها مجموع الرجال. لكنه كان كما تقول عائشة رضي الله عنها: إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن. المقصود بالدنو الملاطفة، المجالسة، شيء من المداعبة. واستقرى أحوالهن، يسألها: كيف حالها؟ ما شأنها؟ ما الذي جد من خبرها اليوم؟ وربما أخبرته بشيء مما حصل لها مع جارتها، مع صويحباتها، مع طرف من أهلها إن كان موقف من ذلك يحكى. وربما تحدثت إحداهن واستفتت وسألت وعرضت، كما تنقل الروايات كثيرا من حديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله إليكم. قال: وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها. هذا العدل النبوي، وهذه حقوق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية أعظم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم. العدل بين الزوجات في القسم والمبيت والنفقة، هذا أصله حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل بالعدل. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كان لا يفضل إحدى زوجاته، نعم كان يفضل خديجة رضي الله عنها لما لها من السبق والمكانة والولد، كان يفضل عائشة رضي الله عنها لما لها من الحب والأثرة في قلبه عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك التفضيل لعائشة رضي الله عنها ما جعلها تنال فوق صويحباتها شيئا مزيدا عليهن في النفقة أو في القسم أو في المكث. يمكث عندهن بالعدل لها ليلة كسائر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويطوف عليهن وعائشة منهن رضي الله عنهن جميعا. تقول: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، فإن كانت ليلة فلكل واحدة الليلة. ثم حكت شأنا نبويا عجيبا، تقول: وقل يوم، يعني هذا الغالب،
إلا كان يطوف علينا جميعا، يعني يدور على بيوت نسائه جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع. وهو الذي تقدم المداعبة، المؤانسة، الملاطفة، ربما حضنها، عانقها، قبلها، وأدخل عليها الأنس والسرور والبهجة، كيف لا؟ وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ وقلبه الممتلئ رأفة ورحمة على الأمة جميعا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالله كيف هي رأفته ورحمته ومحبته لأزواجه عليه الصلاة والسلام، لأهل بيته رضي الله عنهن، شيء عظيم. ولهذا تقول: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها، فيبيت عندها، فيطوف على الأولى فالثانية فالثالثة، فإذا جاء دور التي يبيت عندها أمضى عندها الليلة، وهو حقها من القسم في ذلك الأسبوع، ويعود بعدها كذلك إلى من بعدها، وهكذا كما تحكي رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. ها هنا مسألتان: المسألة الأولى القسم بين زوجاته عليه الصلاة والسلام. تزوج صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، مات عن 9 منهن، وسبقه بالوفاة ثنتان، أولهن خديجة رضي الله عنها، وهي أسبق أزواجه موتا، بل لم يتزوج عليها في حياتها غيرها رضي الله عنها وأرضاها، ثم سبقته كذلك زينب، وبقي منهن 9، فكانت القسمة في المبيت منهن لثمان من 9، وهن جميعا عدا سودة. هذه المسألة الأولى، قال يقسم لثمان منهن دون التاسعة. في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. إيش يعني؟ يعني لا يعود الدور إلى المرأة الأولى إلا بعد 9 أيام، لأن لكل واحدة نوبة ليلة، وهن 9. يقول: كان لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. يعني فإذا كانت ليلة أم سلمة يجتمعن في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إذا كانت ليلة حفصة يجتمعن في بيت حفصة رضي الله عنهن جميعا. يقول أنس رضي الله عنه: فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، الرواية التي سبقت قبل قليل، تقول: فمد يده إليها، فقالت عائشة: هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، يقول: فتقاولتا حتى استخبتا. فتقاولتا يعني تبادلن القول والكلام حتى ارتفعت أصواتهن في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل أبوها، وهي تعرف ما الذي سيصنعه. قالت: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالشاهد حديث أنس في قوله كان يقسم لتسع. طيب كيف 9 ويقول المصنف كان يقسم لثمان؟ نعم، لأن التاسعة وهي سودة رضي الله عنها كانت قد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ثبت ذلك في غير ما رواية في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وهبت سودة يومها لعائشة كان يقسم لعائشة يومين في الدورة، يومها ويوم سودة. واسمع إلى ما تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، تقول: ما رأيت امرأة
أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة. إيش يعني في مسلاخها؟ يعني في هيئتها. تقول ما أحببت أن أتشبه بامرأة إلا سودة. عجيب. وذلك لما عرفت به سودة رضي الله عنها من العقل والعبادة والديانة والصلاح. لكنها لما كبرت خافت وشعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يرغب عنها، فخافت الطلاق، ولو وقع لخسرت خسرانا عظيما أن تخسر زوجيتها من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. فكان من تمام عقلها وحكمتها ورجاحتها رضي الله عنها أن بادرت فوهبت يومها، يعني تنازلت عن حقها في المبيت. هل هجرها؟ الجواب لا، يطوف عليها ويمر بها كسائر النساء، لكنه لا يبيت عندها. فوهبت يومها، ولما أرادت أن تهب يومها وهبته لمن؟ وهبته لمن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، وهبتها لعائشة، فرضي بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يذكر في تفسير الآية الكريمة في النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وهذا مما اصطلحت به سودة رضي الله عنها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. وصفتها بشيء من صلابة الرأي وقوة شخصيتها. ثم تقول: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة رضي الله عنهن جميعا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الخطأ الذي نبه إليه المصنف وسبقه جملة من أهل العلم مما وقع في إحدى الروايات في صحيح مسلم من قول عطاء رحمه الله أن التي تنازلت عن نوبتها صفية بنت حيي رضي الله عنها. قال: وهو غلط من عطاء رحمه الله، وقد نبه غير واحد أن الغلط من ابن جريج الراوي عن عطاء وليس عطاء نفسه. والمقصود أن الرواية التي فيها أن التي تنازلت عن نوبتها صفية رواية خطأ. من أين جاء الخطأ؟ نعم. قال: وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة. إيش يعني وجد؟ غضب، وجد في نفسه موجدة، يعني غضب من صفية رضي الله عنها يوما في موقف ما. نعم. قال: وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالخبر فرضي عنها. صحيح أنه ليس يومها، لكنها ما أخطأت رضي الله عنها، قد رتبت الأمر مع صفية وحكت له الموقف أن صفية أتتها واتفقت معها أن ترضي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقابل العوض. ما العوض؟ أن تعطيها ليلتها. هل هذا دلالة على أنها وهبت يومها لعائشة؟ الجواب لا، لكن تنازلت في تلك النوبة فقط عن يومها لعائشة. قال: هذا سبب الوهم. هي الرواية ثبتت، لكن أن تظن أن هذا مستمر فهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه ثبت عندنا أن سودة رضي الله عنها قد تنازلت عن يومها، فإذا ثبت أن صفية رضي الله عنها أيضا تنازلت عن يومها، يصير كم واحدة تنازلت؟ ثنتين. كم يبقى من التسعة؟ سبعة، فتكون القسمة لسبعة. طيب، والحديث يقول كان يقسم لكم؟ لثمان. فهذا من دقة أهل العلم في نقد الروايات والوقوف عليها. نعم. قال: وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، يعني لا مطلقا ولا على الدوام. قال: ويتعين ذلك
وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. هذا من فقه الرواية ومن نقد الحديث الذي كان أهل العلم رحمة الله عليهم في غاية من التحرير والتدقيق للوقوف على مثل تلك المواطن والإجابة عنها بما يزيل الإشكال. وفي الحديث أيضا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيهن من الحرص على حسن الزوجية والتبعل للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهن بشر، ولأنه يقع من الواحدة منهن ما يقع من أي امرأة شيء يجلب الغضب أو الحزن أو الإساءة، فتبادر إلى تطيب خاطره عليه الصلاة والسلام. وكنا يعرفن حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها ضرة من ضراتهن، لكنهن يقدمن ما يعلمن أنه مرض لخاطر رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا بعث الهدية يتحينون يوم النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة، لأنه يكون أطيب خاطرا ونفسا، فيكون للهدية موقعها الذي يرجوه صاحب الهدية من بعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها لأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره؟ يعني لو كان لأحد ثلاث زوجات أو أربع، فتنازلت واحدة منهن عن نوبتها أو ليلتها لإحدى الزوجات الأخريات، فإذا كان يقسم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء كل يوم عند واحدة، فصاحبة نوبة الثلاثاء تنازلت عن ليلتها لصاحبة يوم السبت، فهل للزوج أن يجعل نوبتها يوم الأحد فيكون للتي فازت بالتنازل يومين متتاليين سبت وأحد، أو لا يعطيها نوبتها في وقتها للتي تنازلت؟ فإذا كانت التي تنازلت يوم الثلاثاء فلا يأتيها إلا في يوم الثلاثاء. قال: هما قولان للفقهاء، هل له أن يوالي بين الليلة الأصلية والليلة الموهوبة، أو يجعل الليلة الموهوبة في مكانها في الترتيب والدور؟ قال رحمه الله: هما قولان في مذهب أحمد وغيره، لأنه لا نص في المسألة، إنما الأصل المعتبر شرعا العدل، وأن يعطي كل واحدة منهن حقها في المبيت في القسم. وإذا كانت إحداهن قد تنازلت، إما تنازلا مستمرا كما حصل مع سودة رضي الله عنها، أو تنازلا مرة واحدة كما حصل مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، فكل ذلك يتنزل على الخلاف في الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه ربما كان ينام ولا يمس ماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. ها هنا جمل: أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله آخر الليل وأوله، فإذا أوى الرجل إلى الفراش مع زوجه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما كان إتيانه، يعني مجامعته لأهله، كان ربما في أول الليل وربما في آخره. فإذا كان في آخر الليل فإنه إذا قام إلى الصلاة، سواء بما بقي من آخر الليل يصلي فيه أو الفجر ليشهد الصلاة، فيقوم للصلاة فيغتسل. طيب، وماذا إذا جامع في أول الليل؟ قال: وإذا جامع أول الليل فربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. إذن كان عليه الصلاة والسلام ربما يأتي أهله أول الليل أو آخره، فإن كان في آخر الليل فإنه ليس بعده إلا القيام إلى الصلاة، فيكون الاغتسال فلا إشكال. طيب، وإذا جامع أول الليل فإنه سينام بعده،
وكان عليه الصلاة والسلام إذا جامع فنام لا ينام إلا على وضوء أو اغتسال، لا ينفك عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رواية هي غلط عند المحدثين أنه ربما كان ينام ولا يمس ماء، يعني لا وضوء ولا اغتسال. قال الإمام مسلم: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. وهكذا أبو داود قال ليس بصحيح. قال المصنف: وهو غلط أشبعنا الكلام عليه في شرح الإمام ابن القيم على سنن أبي داود المسمى بتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. نعم. صلى الله عليكم. قال: وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة واحدة، فعل هذا وهذا. أعطى الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من قوة الرجولة ما لم تكن لغيره من البشر. في الحديث أنه كان يطوف على نسائه، يعني يأتيهن بالجماع رضي الله عنهن على التوالي، يطوف عليهن بغسل واحد، فإذا انتهى من الطواف عليهن ومباشرتهن وجماعهن اغتسل صلى الله عليه وسلم غسلا واحدا كما في صحيح مسلم. قال: وربما اغتسل عند كل واحدة واحدة، فعل هذا وهذا. يشير إلى ما أخرج أبو داود وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رافع طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال أبو رافع: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، أزكى عند الله وأطيب للبدن وللقلب، وأطهر أيضا لحاجة الإنسان ونشاطه فيما هو مقبل عليه من شأن أهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل البديع في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بهذه الجملة: كان إذا قدم من سفر لم يطرق أهله ليلا، لا يأتي بيته ليلا، وذاك عندما لم تكن هناك اتصالات ولا يعرف أحد متى يقدم المسافر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. ما الذي يعمله؟ ينتظر حتى الصباح، فإذا أصبح دخل على أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، فإذا قدم ينتظر صلاة الفجر أو العشي من زوال الشمس إلى غروبها، لأن إتيان الرجل أهله بالليل فيه مباغتة، وقد لا تكون المرأة مستعدة لاستقبال زوجها، وربما غاب عنها مدة، فربما لا يناسب أن يلقاها على هيئة وحالة لا تحب أن تستقبل زوجها عليها، فتستعد وتتهيأ. فإذا كان النهار وأدرك أهله كان أرفق به وبأهله، وهذا من عظيم هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تم هذا الفصل في كلام المصنف رحمه الله تعالى عند هذه الجملة، ليكون لنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله متابعة للفصول التي أوردها المصنف تباعا. واجعلوا ليلتكم أيها الكرام وجمعتكم عامرة بالصلاة والسلام على نبي الأمة، نبراس هذا الكون منبع نوره، بلغت مآثره الكريمة أنجما، لك يا رسول الله خير مكانة في قلب من صلى عليك وسلم. فاستكثروا من الصلاة والسلام عليه، فالصلاة أنس ورحمة وبركة. صل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.